السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه، اموركم بخير وعلى خير، وليداتكم هانيين مهنيين. كنتمنى الفيديو يلقاكم نتوما في احسن الاحوال وفي صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، تتمه ديال الروتين ديال البارح اخواتي، هذا الروتين ديال الاثنين. فجاني الفيديو طويل بزاف، ما قدرتش انني نحطه كامل فقسمته كيف ما شفتوا اخواتي. النهار اللي كيكون عندك السوق كتكوني شويه مدروكه هكايا بالغدا، وتكون شويه الوقت كيكون مزاحم ومع الوليدات تيقراو في المدرسه، يعني كنحاول انني ما امكن كنزرب باش يلاه نجي ديريكت مع الوقت باش نحط لهم الغديوه ديالهم في الوقت ويمشيو مدرستهم. فاول حاجه من بعد ما جيت من السوق قلت غادي نصايب واحد المقيله، درت ليهم واحد المقيله تغداو بها، حطيتها معكم البارح. وخا هكاك هما كانوا باغيين الصفه في الغدا، وانا خالفت ليهم داكشي اللي بغاو، فقلت ليهم صافي غادي تخرجوا ان شاء الله من المدرسه مع الربعه غادي تلقاو الصفه واجده. فهنا بديت خديت هاد الساشيه هذه ديال الكرم، كانت بقات عندي من التقضيه ديال الشهر، وخديتها خديت النص ديالها تقريبا نص كيلو. غادي نفورها ليهم. الطريقه ديال التفوار اخواتي اللي بغاتها بالتفصيل غنخلي الفيديو هكايا ديال الصفه، لانني دايرها شحال من مره في القناه، غادي نخليه في صندوق الوصف. دابا غير كنشارك معكم اللقطات باش ما يجينيش هكايا الروتين طويل وما يجيش الفيديو ممل. صافي دهنت هنايا واحد شويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، صافي وغادي نحطها تفور الفوره الاولى. بالنسبه للتفويره الاولى كنخليها ربع ساعه عاد باش كنعاودها بشويه ديال الماء، وكنعاود ندير التفويره الثانيه حتى هي ربع ساعه. هنا خديت واحد الكيلو ديال المطيشه حيت عاد جبت الخضره من السوق، خديت واحد الكيلو ديال المطيشه ودرت معها جوج فلفلات وحطيتها باش تبدا طيب لاصوص. لان كيف ما تعرفوا دائما كندير لاصوص كنصايبها مره في الاسبوع اولا مره في 15 يوم فاش كتسالى لي كنصايبها، لان كنحتاجها بزاف هكايا مع الوليدات. وكيف ما كتعرفوا التحضيرات المسبقه كتنفعنا واحد شويه. صافي هنا غادي نحط الصفه ديالي تفور، وحطيت هذيك المطيشه تطيب حتى هي حداها، وغادي نشارك معكم الخضر اللي تنجيب. نزولا عن طلب الاخوات اللي تيسولوني على الخضر اللي تنستعمل انا في الاسبوع مثلا اولا في 15 يوم. فاليوم غنشارك معكم الطريقه ديالي البسيطه. انا تنشري الخضر على حساب داكشي اللي غادي نطيب، يعني ما تنجيبش الخضره اللي غنجيبها وكنحطها، كنجيب داكشي اللي انا غادي نطيبه واللي تياكلوه ولادي. فهنا كيف ما كتشوفوا اخواتي جبت معايا جوج كيلو ديال الخيزو، لقيته بخمسة دراهم. الكورجيت لقيتها بستة دراهم، جبت غير كيلو. جبت كيلو ديال الخيار حتى هو 6 دراهم. اللوبيا 8 دراهم باش خديتها، البربه هاد الشويه ب 4 دراهم. الدنجال حتى هو لقيتو غير ب 5 دراهم، جبت غير كيلو. هنايا البصله 5 دراهم حتى هي جبت 2 كيلو ونص، بقى عندي شويه في الشبكه. صافي وجبت البطاطا لقيتها ب 5 دراهم، جبت 3 كيلو. صافي هادشي اللي كتشوفوا اخواتي. بالنسبه للمطيشه باقا غاليه. هنا الفلفله لقيتها هكايا مخلطه عند الخضار اللي كنتعامل معاه، فيها واحد الفليفله صغيره كتعجبني هذه. بعد المرات كنكون محتاجه غير فليفله صغيره هكا الشلاضه، فكنلقى هاد الصغيورين يعني بلا ما نضيع وحده كبيره كنقطعها، ولا مثلا ناخذ نصها ونرجع منها. صافي خديت هذيك الفلفله خديتها ب 6 دراهم. خديت هنايا النعناع مخلط مع فليو مع الملقام وهكايا. كيعجبني النعناع انا وليداتي، كنبغيه بزاف اتاي، ما كيجينيش اتاي بلا نعناع. خديت هنا قزبور ومعدنوس، خديت واحد الخصه بجوج دراهم، شوف قداش. خديت شويه ديال الحامض، حامض بلدي هذا صغيور، وخديت واحد جوج حامضات هكايا باقا الجلده ديالهم خضراء، خليتهم نخليهم هكايا على قبل اللي كاك ولا الا احتاجيتهم هكايا. بالنسبه لهاد القزبور ومعدنوس خديت غير باش نقضي لان ما عنديش دابا، ولكن غدا ان شاء الله كيكون حدانا هنايا واحد السيد كيجيب عندنا هكايا الكرافاس بلديين، القزبور، لي زيبينار وداكشي، تيجيبهم من العروبيه وكيبيعهم حدانا، تيكونوا زوينين كناخذ منهم. بالنسبه للا مطيشه، مطيشه راها باقه ب 8 دراهم ونص، هذه اللي كتشوفوا جبتها ب 8 دراهم ونص، خديت 2 كيلو هي هذه، وكيلو درتو في لاصوص، يعني 3 كيلو اللي جبت. هاد 2 كيلو غادي تدي لي ان شاء الله حتى 10 ايام، كندير منها غير شلاضه وهكايا. بعض المرات
كندير منها هكا في الكسكسو او لا في الطاجين ولا. المهم هذه هي الكميه اللي جبت، وهذا هو الحامض كيف ما شفتوا مسحته. دابا هنايا اخواتي قبل ما كنمشي نمشي السوق دائما تنغسل انايا دوك الشبيكات ديال الثلاجه هكا، باش ملي تنجي تلقاهم هكا موجودين. غنستف الخضيره ديالي، بالنسبه للخضر انا ما تنغسلهاش، ما كنغسلها حتى كنبغي نخدم بها. صافي غنستف هذاك الشيء اللي جبت، وكيف ما كنقولوا واقفه واقفه ندوز معايا كل شيء. بالنسبه للاخوات، بالنسبه هكايا للربيع النعناع وشي حاجه اللي كتقاد هكايا، فمن الاحسن انكم تحيدوها عليكم بلا ما تبقى هكايا معطلاكم. اللهم تحيدوها تردوها لبلاصتها. صافي اخواتي كيف ما شفتوا، انا كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، بالنسبه للخضره تنجيب داك الشيء اللي غادي نطيب. دابا مثلا انا عندي شويه ديال الدجاج ولا عندي شويه ديال اللحم، غادي نجيب الخضره اللي غتجيني مع الدجاج ولا مع اللحم وتكون كياكلوها ولادي. يعني اليوم انا كنت غنجيب السلاوي ما لقيتوش زوين، لانني مشيت للسوق، مشيت في الصباح بكري ديت الوليدات المدرسه مع 8:30 كان عندهم موحد تجريبي، ومشيت للمارشي في داك الوقيته يعني وصلت مع 9 لقيتهم مازال بزاف اللي كانت قدام عندهم مازال ما حاطينش، فما لقيتش سلاوي. يعني قلت حتى الغدا عاد باش غادي نرجع ليه ان شاء الله وسميتو وناخذ داكشي اللي بقى ليا. صافي هنا اخواتي شوفوا، هنا باقي عندي واحد الفليفلات كانوا بقاو عندي من الخضره اللي كانت عندي ديال السيمانه اللي فاتت، فزدتهم حطيتهم هما الفوقانيين. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للاخوات اللي تيسولوا هكايا على الخضره كيفاش يتعاملوا معها وكيفاش انهم يقادوها، كل وحده راها تتقاد على حساب الثلاجه ديالها وعلى حساب كتقد على حساب الكميه اللي بغات وعلى حساب عدد الافراد ديال الاسره. انا تنجيب الخضره اسبوعيه، يعني دائما تنمشي للسوق نهار اثنين تنجيب الخضره من نهار اثنين، وسميتو داكشي اللي عندي في الدار تنقضي به. المهم ما كنبقاش عاود نمشي نجيب الخضره مره اخرى، داكشي اللي عندي واللي جبته هو اللي كنقضي به حتى كنكملو ان شاء الله عاد باش كنعاود نجيب حاجه اخرى. كيف ما شفتوا ما جبتش الخضره ديال الكسكسو، وكنت بغيت ناخذ شويه ديال السلاوي ما لقيتوش، فغادي نعاود نرجع ان شاء الله. ومن هنا الخميس باذن الله الا كنت غادي ندير كسكسو راه غادي نجيب شويه ديال القرعه حمراء صافي، ونجيب واحد شويه ديال الفوطه فقط. صافي هنا خواتاتي هانتوما هي، هذه هي الخضيره اللي جبت، وهذه هي اللي غندوز بها ان شاء الله الاسبوع كامل. كيف ما كتعرفوا راه حنا تنوعوا، مره قطاني مره حوت، كل مره تنديروا حاجه، وهذا الشيء هو اللي غادي ندخلو في البرنامج ديال هاد السيمانه ديالي كامله. نهار غندير اللوبيا، ونهار غادي ندير فلافل معمرين ان شاء الله، نهار غادي ندير طويجين هكا مخلط فيه بطاطا خيزو وشويه جلبانه عندي في المجمد، ونهار اخر عاوتاني حاجه اخرى. وكنس غير هي اخواتي قبل ما تمشيو للسوق، الحاجه اللي عرفتوا راسكم ما غاديش تطيبوها ولا ما تياكلوهاش ولادكم، ما كاينلاش غادي تجيبوها، لاش غتجي وغتبقى في الثلاجه حتى كتخسر وكتلوح، ما كاينلاش هذاك الضياع. نجيب الحاجه اللي غادي نخدم بها واللي كناكلها انا ولادي واللي غادي نستغلها صافي، واللي ما غاديش ناكلها ما عندي ما ندير بها. وفعلا الحاجه اللي كانت غاليه ما عندي ما ندير بها، والحاجه اللي كانت رخيصه نجيبها. كنوريكم هاد السوبيره ديال الطون اللي شاركت معكم بالكبايله، هاد الشيء اللي بقى منه هكا مره كنديروا بهم دي ساندويتش هكا مع الزيتون ومع الهريسه وهكا كيجيو زوين. هنايا واحد الكروم هذاك الاحمر ما وريتوش ليكم، حتى هو غادي حتى هو جبته، وغادي ان شاء الله نشارك معكم به واحد السلطات كيجي زوين بزاف بزاف. صافي هنا من بعد ما رجعت الخضره ديالي كامله للثلاجه ونظمتها، رجعت كل حاجه لبلاصتها، رجعت البطاطا والبصله وداكشي كله لبلاصتو. صافي هنا خديت هاد النعناع غادي نقيه، واقفه نحيدو عليا حتى هويا، ونحيد عليا دوك العويدات ديالو، نقي القزبور ومعدنوس. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يقطعوه حتى هما يغسلوه ونقيوه وقطعوه حيدو عليكم، باش هكايا تحيدو عليكم كل شيء في الصباح وتبقى لكم العشيه ديالكم خاويه. كيف ما تنقول لكم ديروا فيها شي حاجه اللي كتعجبكم، ارتاحوا قراو شي حاجه، شوفوا شي فيلم كيعجبكم، ديروا الرياضه، ديروا شي صنعه، تعلموا شي حاجه اللي كتعجبكم. ما بقاش الانسان غير ساكن في هذيك الكوزينه يوميا. شوفوا انا راه كان باقي عندي شويه ديال النعناع وزدت عاوتاني النعناع واحد اخر. صافي دابا هذا اللي جبته جديد هو اللي غادي ان شاء الله نعمرو به، وان شاء الله غنشارك معكم واحد المحيبق زرعت فيه شويه ديال النعناع، غنشوف واش غادي يصدق ليا ولا لا. ماشي النعناع مي هذوك الفليو وداكشي.
صافي حتى هاد الربيع كيف ما قلت لكم غنقيه ونجمعو ونقادو، وان شاء الله حتى الغدا ملي غيجي داك السيد اللي تيجيب داك الشيء بلدي وزوين كرافاس وداك الشيء وغادي ناخد من عنده. صافي هنايا درت الفوره الاولى، جمعت كلشي الحمد لله، رجعته لبلاصتو. غادي نقابل دابا الصف ديالي، الوليدات قرابين يخرجوا من المدرسه، وكيف ما قلت لهم خاصه الربعه تكون واجده باش ياكلوها مع الربعه. هذه راه الصفه ديال الميريندا ديال الكاسكروت. صافي اخواتي هنا كنكب على شويه ديال الماء وغادي نكمل التحضيرات ديالي. هانتوما يا المرا غالي، ولاصوص راه طابت تبارك الله، جات زوينه. زدت عليها شويه ديال الزعتر، والصفه ما نقولش لكم حتى هي كتجي اكثر من رائعه، كتبغي غير شويه ديال الخاطر هكايا. صافي كنبقى نفورها ثلاثه ديال التفويرات. المهم ما بغيتش نشارك معكم داكشي بالتفصيل باش ما يجينيش الفيديو طويل اخواتي. صافي هنايا خديت واحد شويه ديال اللوز، ما بغيتش نقليه، درت ليهم غير في هذيك الاله ديال الفوشار قليته. صافي هو اللي غادي نزوق ليهم به. هنا ضفت واحد شويه ديال السكر كلاصي. صافي وخديت غير النصف ديال الكميه اللي غادي نحط ليهم دابا باش ياكلوها. انا تتعجبني الا بقات عندي السفه الغدا كنعاود نطلع فيها التفويره. وانتم اخواتي شوفوا كيفاش جات، راه جات مفروزه، ما كتعجن ما حتى شي حاجه، كتجي زوينه بزاف بزاف. صافي هنا غادي نصايبها ليهم ان شاء الله باش ياكلوها. و كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، والى عجبكم طبيعه الحال فضلا منكم وليس امرا بارطاجيوه مع احبابكم مع اصحابكم، وما تبخلوش عليا باللايك. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم، والله ييسر اموركم يا ربي. دائما تنطلبكم على اللايك. صافي اخواتي هنايا غادي نعاود نطلع فيها واحد شويه، نسخنها هكا تفويره باش نحطها ليهم. خديت هنا واحد المول ديال الكيك، حطيت فيه واحد الكميه. صافي وغادي نقاد ليهم هنايا شويه ديال داك اللوز، المهم شويه ديال الزواق، وصافي باش الوليدات هكا يعجبهم الحال. المهم راه ماشي صفه بريستيج، هادي راه غير صفه عاديه، شي حاجه اللي بسيطه. حنا الحمد لله دائما مع البساطه والقناعه، والحمد لله والشكر لله كنقضيو باللي كاين، وكنحمد الله وتنشكرو على هاد النعمه. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. بغينا غير صحيحتنا ونكونوا بخير وعلى خير، هذا هو هذه الدنيا وما فيها. صافي هنايا كيف ما قلت لكم راه درت غير اللوز مقلي، ما بغيتش نقليه. صافي وغادي نزوق عليهم شويه من الفوق هكايا شويه ديال السكر كلاصي وشويه ديال القرفه، وصافي باش حتى هما يعجبهم الحال. انا من وليداتي من العشاق ديال السفه، مكرهوش انهم ياكلوها كل نهار. صافي اخواتي شاركت معكم هذا الروتين هذا، كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، وما كنبغيش نغبر عليكم، يعني كنشارك معكم اي حاجه. كيف ما تتعرفوا الا غبرنا غير نهار واحد راه كيمشي، والاسهم كل شيء تيمشي. صافي وولفناكم، وولفنا اننا نشاركوا معكم اليوميات ديالنا البسيطه، واخا المشاهده طايحه، ولكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله تعرفنا على ناس اللي مزيانين، ناس كيسولوا فينا في التعاليق، الناس اللي لقيناهم حسن من العائلات ديالنا، كيسولوا فيك على الى غبتي، تيسولوا فيك على وليداتك، تيسولوا فيك على بزاف ديال الحوايج. الله يكثر خيرهم والله يحفظهم ويخلي ليهم وليداتهم ويوصلهم داكشي اللي تمنوا يا ربي. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم المتواصل ديالكم، وعلى الكلام الطيب اللي كتقولوه في حقي، وعلى اي وحده خدات من وقتها ولا اي واحد خدا من وقته وكيشوف الفيديو ديالي. وكنشكركم بزاف، خصوصا الناس اللي تيخليو ليا تعاليق محفزه وتيشكروني. كنقول لكم لهلا يخطيكم، الله يكبر بكم كيف ما تتكبروا بيا. وشكرا بزاف بزاف الاخوات اللي تيديروا لي البارطاج للقناه ديالي، الله يكبر بكم، الله يحفظكم، الله ينوركم، الله يعطيكم داكشي اللي تمنيتو في خاطركم يا ربي. وكنتمنى التوفيق للجميع يا ربي. المهم كيف ما كتشوفوا تزيين بسيط، شي حاجه اللي عاديه في المتناول وصافي. بغيت نجاوب بعض الاخوات اللي تيسولوا على الاعمال ديالي. بصراحه عندي فيديوهات بزاف، ولكن مازال ما مونطيتهمش، وكاين اغلبيه ديال الفيديوهات اللي مشاو ليا منهم بعض المقاطع. المهم غنحاول انني نجمع الفيديوهات ديالي، وغادي نشارك معكم الاعمال ديالي الاخرى اللي درت، نشارك معكم جليبات صيفيين وشي حاجات هكا اللي خدمتهم. وكنتمنى انكم تشجعوني دائما باللايك ديالكم. صافي اخواتي هانتوما يا هذه السفه ديالنا، شي حاجه بسيطه وكتجي زوينه. وبالنسبه للتزيين، تزيين بسيط،
الحمد لله والشكر لله، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. كنتمناكم خوتي خواتاتي تعاونوني بالبارتاج وباللايك، الله يرحم لكم الوالدين ويحفظكم وينوركم وينور لكم طريقكم. ودائما تنطلبكم دعوا مع الوليدات اللي عندهم امتحانات، سواء ديال البكالوريا ولا ديال جميع المستويات من الصغير حتى الكبير. الله يوفقهم يا ربي، الله يوفق وليدات المسلمين كافة أجمعين يا ربي، تفرح الأمهات والآباء بوليداتهم. ما سخيت بكم كيف العادة، ما بقى لي إلا نقول لكم بسلام عليكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.